عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطيكم سالفة وركزوا فيها يا إخوان لعلنا نجد فيها بعض الموعظة والعبرة. في رجال كبير في السن وكان في أحد المستشفيات منوم في أحد المستشفيات، وكان في رجال ولد شاب دائم من فترة لفترة يمر عليه، يعني في اليوم يجيه مرة مرتين ثلاث، يطلع يمشي في الأسياب، يمشي في الحديقة حقت المستشفى، يغير له، يجلسه، يطلع على العربية. المهم كان يغير جوه كل يوم الولد هذا الشاب، يغير جوه الشايب هذا. مرة من المرات دخلت عليها الممرضة تبي تعطيها العلاج حقته، قالت لنا هنيك على هذا الابن الصالح، وهنيك على ابنك الصالح البار ما شاء الله تبارك الله، مو مخلي عليك قاصر ودايم معطيك أكثر وقته وجل اهتمامه. طالع فيها ما ردت عليها وسكت. قالت لها أنا آسفة يعني إذا كان ضايقتك بكلامي أو حاجة زي كذا. قال لا أنت ما ضايقتيني، ولكن تمنيت فعلا أن يكون هذا ابن، ولكن مع الأسف لم يكن ابني. قالت له من هو طيب؟ وش الاهتمام هذا؟ قال قديما أنا كنت أسكن في أحد الأحياء الشعبية، ومريت ذاك اليوم ولقيت الولد هذا الصغير عند باب البيت يبكي، وكان عندي خبر أن أبوه متوفي ذاك اليوم، فأخذت الولد وهديت عليه ورحنا للبقالة اللي كانت عندنا في القرية واشتريت له حلوى وبعض الأغراض وأخذها وارتاح الولد ورجعته عند باب بيته. ومن ذاك اليوم تركته عند الباب ولا عاد عيني شافته. أنا ما طولت في القرية، نقلت من القرية إلى المدينة، وبعد فترة من الزمان بعد ما تقدم بي العمر صار الولد يزورنا من فترة لفترة ويتطمن علي ويتطمن على زوجتي. بعد ما كبرت ومر اتخذ زوجتي وداها عندي في البيت مع عياله، وأنا جابني المستشفى وكل يوم هو يزورني رايح جاي زي ما انت شايف. في يوم من الايام مسكت الولد قلت يا ولدي انت عندك مصالح وعندك عيال وعندك اشغال، وما وش الله معنيك تكبد العناء وتكبد التعب هذا كله وتضيع مصالحك وتضيع اشغالك؟ حنا بيعتني بنا الله سبحانه وتعالى، واللي خلقنا ما ضيعنا. طالع فيه وقال صدق يا عمي ما زال طعم الحلوى في فمي من ذاك الوقت الى الان. لذلك يا اخوان ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميلا اينما زرع، إن جميل وأن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه، ففعل المعروف وإن لم تلقى من الناس إحسانا. اعمل المعروف طول ما أنت حي، أفعل جميل، لا تخلي حد، ساعد الصغير، ساعد الكبير، الأجنبي، المواطن، أي إنسان تلقاه في حاجة ولو لابتسامتك لا تبخل عليه، ولو لكلمة طيبة لا تبخل عليه. كلنا بشر، كلنا بشر، كلمة واحدة، كلنا بشر، كلمة بسيطة يمكن تسعدنا يوم كامل، وكلمة بسيطة كذلك ممكن إنها تحكم علينا بتعاسة ذلك اليوم تماما. فنحن بشر، الكلمة الطيبة صدقة. الله يسعدنا وإياكم.